اكسيتيشن للسيريتوس انتيرو كونتراكشن، لازم اعمل بايلاترال سكابولار ستابيليتي، لازم احسن الهارموني والسيمتري بتوين البوث سايت. الشولدر فانكشن مهم جدا طبعا، عن طريق ان انا ممكن اعمل هانجنج اكسرسايز او كين اكسرسايز، انت اي اكتيفيتي بتحسن البايلاترال هاند موفمنت، عن طريق الى اي ان انا اشارك اخلي الطفل ده يمسك كين ويرفع ايديه يعمل ريزنج او اعمل له هانجنج اكسرسايز، كل ده ايج بروبر اكسرسايز اكوردنج للايج بتاع التشايلد. سيمتري زي ما قلنا التريتمنت شوت كونسنتريت اون بيلدينج سيمتري اراوند ذا شولدر جوينت باي لينسنج ان افكتد ماسل. عندي ثلاثة مصل افكتد، الشولدر سبسكابولاريس والبروناتورز والريست فليكسور والادكتورز، لازم اخد بالي منهم وانا بعمل استريتش. ادي الانترفنشن، اي الاكتيفيتي بقى في صوره انجوينج ذا تشايلد، اي اكتيفيتي محتاجه البايلاترال هاند يوز، لان وبشجع السيمتري وبزود الكور ستابيليتي عند الطفل، لان الطفل ده بحسن اي اكتيفيتي ان هو يعملها بالبايلاترال هاند يوز. البروجنوزس قلنا حاله الايربس بتجيب ريزلت كويسه، لو خصوصا في حالات الايربس بولسي و ريسبونس بيبقى مور بيتر ان 9 مانثس. طيب الانديكيشن، هل انا في حالات بتبقى فيلد في جراحه؟ لو طبعا محتاجه سيرجيكال، وانواع السيرجيكال كتيره ان انا ممكن استخدمها. لو الانديكيشن بتاعي انفنت هو هاف نو بايسبس باي 6 مانثس اوف ايج، يبقى ده انديكيت ان هو محتاج سيرجري، بديله 6 مانثس، من في ناس بتاجلها 9 شهور ويبدا يعمل السيرجري. طبعا المحتاج برضو انا محتاج ايه كبوست سيرجيكال ريهابيتيشن، زي ما قلنا طبعا هندي هوم روتين، هندي باسيف اند موف اكتيف اكسرسايز، لازم السبلنتنج مهم جدا كهوم بروجرام، لازم اشيك على الريسبيريشن بوست اوبرتيف اكسرسايز، لازم اعمل موبيلايزيشن للشولدر، لازم اعمل موبيلايزيشن للسكابولا، لازم احسن الاكتيف اكسرسايز، لازم اعمل زي ما قلنا السبرنت والويت بيرنج والنيد تو اكسبلين تو ذا بيرنت الهوم روتين، ولازم اعمل موبيلايزيشن للماسلز اللي هي افكتد. ادي السبرنت اللي هو ممكن الطفل ده يلبسه بحيث ان هو ما يحصلش كونتراكشن او ماسل ويكنس او سبلكسيشن لللمب اللي هو افكتد. لازم اعمل بس في اكتف رينج اوف موشن، اول اكسرسايز لازم ريبيتد ات ذا هوم، اول بريسنج اكسرسايز تيك كير فروم سكار او اني ديفورميتي او اني ابنورماليتي في السباين. زي ما قلنا اهوت ان انا بحسن الاكتيفيتي والماسل بار والماسل سترينث او بوست اوبرتيف، بحسن الكونتراكشن بتاع المصل، بحسن رينج اوف موشن اكسرسايز، بحسن الجارد اجينست التايتنس الستيفنس او البين سندروم، ان هو ممكن يحصل لوس اوف فانكشن نتيجه البين اللي هو موجود عند التشايلد. لازم الجولز بتاعي مهم جدا، ان انا بعمل سيت اب للجولز عن طريق ان انا ابقى فاهم الديفورمتي وفاهم المشاكل اللي هي ممكن تحصل، او ان ما شجعش ان الطفل ده يعمل كومبنساتوري باترن، لان هو خلاص وانس حصل انجرام للباترن ده بيبقى بيعمل مشكله وبياخد وقت كتير ان انا اصلح الانجرام اللي هو حصل ده، وبصلحه عن طريق البايلاترال ارم موفمنت، عن طريق الهانجنج او استخدام الكين، ان انا بصلح الايرب انجرام. ودي بروبلمز تحصل مع التشايلد نتيجه ان الريكفري بتاع الانتيرو الميدل فايبر اوف ديلتويد
بتحصل بيحصل لها ريكفري قبل الانتيرو فايبر والديلتويد، فبالتالي الطفل اي اكتيفيتي بالنورمال فانكشن بيعمل فليكشن، لا هو لازم يعمل فانكشن مع الابدكشن. انا بالتالي محتاج ان انا اعمل فاسيليتيشن للمسل كونتراكشن بتاع الفليكشن وبعمل انهانس للنورمال فانكشن. البوست اوبرتيف اكسرسايز كل ده احنا بنقسمها بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد 9 شهور، بعد 12 شهر. كل ستيج لها الايم بتاعها والرول بتاع الفيزيوثيرابي بتاعنا. لازم المين الاساسي بتاعي ان انا اعمل مينتين رينج اوف موشن اكسرسايز، مينتين الفلكسبيليتي اوف ذا ماسل، جارد اجينست الستيفنس، جارد اجينست الجوينت كونتراكشر. لازم عنايه ولازم ابقى كونسنتريتد ان ما يحصلش الليمب ديسكريبنسي، ان دي فيتال ميستيك بتحصل مع الفيزيوثيرابي ان هو ما بيهتمش بالويت بيرنج. لازم اعمل فاسيليتيشن للنورمال مايل ستون اللي هي الطفل النورمال تشايلد بيعملها كرولينج اكسرسايز، كهيد كنترول، كفاين موتورز سكيل بانواعها، ريتشنج والجراسب والبايلاترال هاند يوز والكارينج والريليز، كل ده لازم اعمل له فاسيليتيشن. ولازم ادي هوم روتين اكسرسايز مع الطفل ده من ضمنها الويت بيرنج والاكتف اكسرسايز، ما اعتمدش على السيشن بس، لازم اعمل اكتف اكسرسايز، لازم اعمل موبيلايزيشن للسكابولا، لازم اعمل موبيلايزيشن للشولدر، لازم نعمل فاسيليتيشن للمسل كونتراكشن، لازم الاي دي ال اكتيفيتيز لازم تبقى ماشيه معايا بحيث ان الطفل ده ما يتاخرش عن النورمال ايج اللي هو ماشي فيه. يبقى انا دلوقتي نلخص اللي احنا قلناه، قلنا البريكال بليكسس انجري موضوع مهم جدا بندرس فيه، لازم تبقى عارف الاناتومي بتاع البريكال بليكسس كويس، لازم تبقى عارف ازاي تعمل انفستيجيشن للبريكال بليكسس. قلنا بستخدم الاي ام جي وبستخدم الايه السونار، نصف الاوسيليتال سونار، بعرف الاستراكشر، بعرف السيفيرتي بتاع الحاله، اعرف الكوز، واعرف ايه الباترن بتاع الليجن او ايه سببه. بعد كده قلنا البروجنوزس والموداليتيز والاسسمنت كفيزيوثيرابي. قلنا لو احنا احتاجنا للسيرجري ممكن نعملها من 6 ل 9 شهور، محتاجها على حسب برضه السيفيرتي بتاعه الكيس. لو في روت افرجن بيبدا بيعمل بعد 9 شهور بيدي بروجرام اوف فيزيوثيرابي لحد لما من 6 ل 9 يبدا يحدد التايم او اكوردنج للجنرال ستيت اوف ذا تشايلد ويعمل سيرجري. في بوست اوبرتيف تريتمنت زي ما قلنا اهم حاجه فيه ان انا جارد اجينست ان يحصل لمب ديسكريبنسي، لينس ديسكريبنسي او كونتراكشن او ستيفنس في الجوينت، او ان الطفل ده يحصل له ديليد مايل ستون عن اقرانه. انا كده محتاج موضوع مهم جدا لان الانسيدنس بتاعه عالي، والرول اوف فيزيوثيرابي مهم جدا وبيتدخل فيه كذا سبيشاليست، النيورو الاورثوبيدست والنيورو سيرجري والنيورولوجي والاكوبيشنال ثيرابي والسبيتش ثيرابي. فمحتاجين تركيز في الموضوع ده مهم جدا لان انا محتاج ان انا اكمل فيه، وان الرول بتاع الفيزيوثيرابي از مانداتوري في الكيس دي. ان شاء الله نكمل مع بعض الموضوعات القادمه وبالتوفيق ان شاء الله لكم.